the circle. the radius of the circle is a line segment join between the center and any point on the circle. يعني لو جيت وصلت ما بين الـ center M وأي point على the circle like the point A يبقى الـ M -A ده is a radius. يبقى هي line segment join between center and any point on the circle. tab the chord of the circle is a line segment joined between any two points on the circle، لو وصلت ما بين أي two points على السيركل يبقى اسمه كورد يبقى الكورد هو line segment joined between any two points on the circle. طب، the diameter of the circle is a line segment joined between any two points on the circle in which it pass through the center، يعني زي الكورد بالضبط بالظبط. وصلت ما بين اي 2 بوينتس على السيركل بس بشرط انه يمر على السنتر passes ثرو ذا سنتر يبقى الدايامتر هو كورد بس ايه بيعدي على السنتر والدايامتر از ذا لونجست كورد ان ذا سيركل الدايامتر هو اطول كورد في السيركل يبقى الدايامتر از ا كورد هو اللونجست كورد وهو الكورد اللي بيعدي على السنتر will diameter equal twice the radius length يعني قد الراديوس مرتين او عبارة عن 2 radii ناخد بقى مسائل بيقول لي draw a circle of radius 5 cm السيركل بتترسم عن طريق الكومبس هنفتح الكومبس 5 cm هنقيس 5 cm فتحة الكومبس على الرولر 5 cm بعد كده نرسم السيركل وهنسميها M وطبعا الراديوس هنكتب كده M A equal 5 cm يبقى الفتحة بتاعة الكمبس عبارة عن الراديوس نمبر 2 بيقول لي درو سيركل اوف دايامتر 8 cm هنا اداني الدايامتر ما ادانيش الراديوس يبقى لازم اعمل الدايامتر ديفايدد باي 2 عشان اجيب الراديوس قلنا ان الدايامتر عباره عن 2 ريدياي او Twice الراديوس يبقى الراديوس هاف الدايامتر طب انا بفتح الكومباس عشان ارسم الراديوس برسمها عن طريق ال او عشان ارسم السيركل برسمها عن طريق الراديوس فلازم اعرف الراديوس يبقى الراديوس بكام هاف diameter يعني half ال 8 ب 4 سنتيمتر يبقى هفتح الكومباس مسافه 4 سنتيمتر ونرسم السيركل يبقى الكومباس بيتفتح بالراديوس الديستانس اللي انا بفتحها بالكومباس او السيركل بتترسم عن طريق الراديوس مش الدايمتر Draw a circle of radius مأي يقل 3 سنتيمتر يبقى برضو الكومباس هنقيس فيه 3 سنتيمتر ونرسم السيركل M وطبعاً الـ radius ب 3 سنتيمتر بعد كده بيقول لي درو MB ب 2 سنتيمتر يعني من أي مكان طبعاً من الم بس في أي direction في أي اتجاه براحتنا هنقيس مسافة 2 سنتيمتر ونرسم line segment اسمها MB أوكي يبقى المأ طبعا ده الـ radius وال دي line segment ال distance فيها بتو سنتيمتر طيب MC كمان ب 5 سنتيمتر هنرسم في أي direction length 5 سنتيمتر هنقيس 5 سنتيمتر ونرسم line segment دلوقتي بيقول لي the point A is located on ولا inside ولا outside the circle ال A الA اكيد على السيركل تبقى On هي نقطة على السيركل نفسها السيركونفرنس اوف السيركل اللي من بره ده تبقى A On the circle لان الديستنس بتاعتها 3 سنتيمتر يعني radius طب the point B الB موجودة جوه السيركل تبقى inside the circle تبقى طالما ان الديستنس من M B من الM M B يعني smaller than 3 cm اللي هي بتاعت الradius تبقى أكيد inside طب ال C بما إن ال distance MC أكبر من ال 3 cm فأكيد ال C تبقى outside the circle يبقى ال A on وال B inside وال C outside في الفجر اللي قدامي بيقول لي complete the radii of the circle are radii يعني جمع radius عندي كام radius هنا واسميهم ايه الـ دا ده radius و mB radius، mC والمD، طبعًا line segment، علمت line segment فوقيهم، يبقى mA line segment، mB line segment، mC line segment، mD line segment، طبعًا ملاحظين أولها ال m هو بيبدأ من ال m وأي point على الـ circle، من ال center و any point on the circle، طب ال diameter، فين ال diameter هنا؟ ال diameter هو chord. موصل ما بين تو بوينتس يعني on the circle، ومعدي على السنتر. center يبقى هو البي سي. يبقى الديامتر الوحيد اللي عندي اللي مرسوم في السيركل circle دي هو بي line segment. سيجمنت chords كورد line segment اللي جوين between any two points on the circle، في عندي chord اسمه بي، و chord دي. طبعا بحط علامة line segment، اللي هما كلهم line segments، يبقى ab line segment و cd line segment. the length of mn، احنا عايزين هنا في الـ two circles اللي قدامي، الـ distance من الـ m للـ n هي عبارة عن إيه؟ من الـ m للـ c ده radius of the great circle، السيركل الكبيرة، ومن الـ n للـ c الـ radius بتاع السيركل الصغيرة، يبقى الـ mn عبارة عن التوري two radius الكبير وradius radius الصغير. طب الراديوس في الجريت سيركل 7 سنتيمتر ما كل الراديوس في نفس السيركل قد بعض يبقى الراديوس اللي في الجريت سيركل ب7 واللي في السمول سيركل ب5 يبقى ال ام عبارة عن 7 بلس 5 يعني equals 12 سنتيمتر درو circle M of diameter 10 سنتيمتر then draw straight line مش هنكمل بقية المسألة لان مسائل دي الاهم فيها ان احنا بنرسم خطوة خطوة مش هنفهمها غير لما نرسم وبعد كده ندخل في المرحلة اللي بعد كده بيقول لي draw circle of diameter 10 طبعاً الكومباس بيتفتح على radius مش ال-diameter يبقى هنعمل 10 divided 2 عشان نجيب radius يبقى radius هنا 5 يبقى هنرسم circle ال-radius فيها 5 نفتح الكومباس compass 5 سنتيمتر then draw straight line passes through the point M and intersect the circle at A و B هنرسم straight line بيمر علي السنتر ال-center يعني كأنه diameter بس هو straight line مش line segment يعني أكبر من ال-diameter على شكل straight line بيمر بال-point M اللي هي السنتر center وبيقطع السيركل circle في ال-A وال-B and draw another straight line برضو pass through the point M and intersect the circle at C و-D نفس الكلام straight line تاني اسمه CD straight line بيعدي علي السنتر ال-center فرسمنا كده two straight lines بيقول لي ال-AB اللي باللون الأحمر دلوقتي AB line segment ده اسمه ايه؟ دا دايمتر الـ A B دايمتر وال MB M B اسمه radius من الـ M للـ B دا اسمه radius من الـ center لأي point على السيركل طب الـ A C هيبقى اسمه chord لو عملنا join ما بين الـ A وال C الـ A C line segment is chord join between any two points on the circle يبقى الـ A B ديامتر والام بي راديوس واخر حاجه الاي سي كورت